بس عفوا سيدنا، هي ما اظن كان سؤالها انه انا حلفت يصير اخالف، هل حرام علي انه امنع نفسي من الزواج؟ احسنت، ان امنع نفسي باليمين او بدون يمين. نعم. بنذر او بدون نذر. نعم. راح اتكلم انا حسب تعبير الصوره الاشد. واضح. ذكرتها الصوره الاخرى هي اخف يعني. نعم. عندما تقرر هذا قرار، اما اذا تحلف او تنذر هذا بعد شديده، بس شنو الجواب راح ابينه. نعم. اولا بنتي الكريمه، حياه من طرف واحد، حياه تعلق من طرف واحد ليست حياه مستقره، فلذلك اشكري الله سبحانه وتعالى. اذا زوجك رفض او طلق فاشكر الله سبحانه وتعالى على انه انتهت بهذا النوع، بهذا النوع من على حال من الانفصال الشرعي. ولا اكو اشخاص ما يري زوجته ويؤذيها ويعنفها وما يطلقها ويخليها معلقه. اشكري الله. ثانيا مرور الزمن راح تفهمين انه ليست الحياه كلها هذا الرجل، يعني تعلقك قد يذهب شيئا فشيئا، وانطي وقت للزمن يروح. وأما أنه تنذرين أو تحلفين هذا كله ما إلى أثر. ليش ما إلى أثر؟ أولا الزواج أمر راجح، الزواج أمر راجح، يعني الشارع رجح، مثل تكريم الناس، مثل عليه حال الصدق، فأمر راجح، والأمر الراجح مطلوب. نعم. وترك الزواج قد يؤدي إلى مفسدة، مفاسد. نعم. فأنت في واقع الحال لو كنت مقررة هذا قرارك لا شيء، حتى لو كنت حالفة فيمينك لا شيء، إلا إذا كانت يمينك بحسب تعبيرنا بعض الحين عصبي الإنسان، والله بعد ما أتزوج. نعم. هذا عصبي وغير. أما إذا كان لا أنت يمينك بكل الشروط، هنا تعطين كفار وتستغفر الله تتزوجين. واضح بابا؟ فليس صحيح أن الإنسان يمتنع عن الزواج. الزواج نعمة إلهية، الزواج عمل مستحب، الزواج الله سبحانه وتعالى يريده ومشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النكاح سنتي، هو مشروع. فتعالي يا بنتي اتركي الماضي، لا تعيشين في الماضي حتى لا تتكئبين، لا تأذين نفسك، وابدأي صفحة جديدة. أكيد الصفحة الجديدة كنت تختار بعناية. بلا إشكال، بلا إشكال.